يعني هو استكمالا حقيقه البارح استانسنا باراء الاساتذه البارح وبارحه اول، وهو اعتقد انه ملف الديون هو كان حديث البرنامج خلال الثلاثه الايام الماضيه. بدون شك يعني الملف باراء الزملاء اعطي الشيء الكثير. وجهه نظري حقيقه هي وهي امتداد ان شاء الله تكون الى اراء الزملاء، هو قرار تاريخي وخطوة تاريخية بدون شك. قد يكون في السابق هناك محاولات خجولة لفتح مثل هذه الملفات، وحتى إن فتحت هذه الملفات سواء من مؤسسة رياضية أو حتى من قبل إدارات الأندية المتعاقبة بصفة خجولة جدا، ليس هناك لا تصميم ولا إرادة ولا عزم لإيقاف يعني لا أريد أن يعني أسمي الأشياء بمسميات قاسية، ولكن على الأقل لإيقاف هذا الهدر المالي اللي الكثير يتحدث فيه، الإعلام يتحدث فيه لسنوات طويلة، الجمهور يتحدث فيه لسنوات طويلة. نعم هناك عيوب كانت واضحة جدا في الجمعيات العمومية بالنسبة للأندية في عملية التسليم والاستلام بالنسبة إلى الأندية كإدارة قديمة أو إدارة جديدة. يساهم في ذلك حقيقة الدور الرقابي بالنسبة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب في عقد هذه الجمعيات، بمعنى آخر أن يكون الحضور حضور صوري، حضور ديكور فقط للإمضاء وانتهى هذه العملية، حتى أنه لا يتاح حقيقة إلى الأعضاء بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية بالنسبة للأندية أن تناقش التقرير المالي الذي هو في مسودة اللائحة. أنا مثلا حضرت إحدى هذه الجمعيات في نادي القادسية، وكان هناك مثلا أعتقد كلكم تعرفون عضو شرف نادي القادسية جمال علي، كان يريد أن يناقش في الجانب المادي. كان هناك المسؤول أيضا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب يريد أن ينهي مثل هذا الملف. بمعنى آخر كانت الجمعيات العمومية من وجهة نظري أحد أهم الأسباب اللي ساهمت في هذا الملف وقض الطرف عنه بالنسبة إلى عملية الديون أو حتى بالنسبة إلى المناقشة المالية. اليوم حنا في قرار تاريخي، ما مضى. الأهم من وجهة نظري اللي تابعته خلال الثلاثة أيام الماضية أو اليومين الماضيين من خلال يعني الإعلان سواء من قبل لؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم هي ردة الفعل. خلينا نفصل أكثر في ردة الفعل. ردة الفعل هناك ردة فعل إيجابية وهناك ردة فعل سلبية. أنا أقصد بذلك الجمهور، أقصد بذلك بعض الإعلام. ردة الفعل الإيجابية هناك طرح متزن عقلاني، نعم هذه ديون الأندية ولكن نريد أيضا أكثر شفافية وأكثر اطلاع. نريد مثلا أن نتحدث عن إيرادات هذا النادي سين من الأندية لدي مثلا مليونية 300 مليون 200 مليون 150 مليون، نعم هذه هي التفاصيل المليونية. طيب دخل هذا النادي، وهذا أنا من وجهة نظري طرح عقلاني جدا ونظرة إيجابية جدا، لأنه تريد أن تساعد في تثبيت القرار وفي إيقاف مثل هذه الأمور. إرادة النادي أتمنى حقيقة أيضا من الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يتقدم بها، لأن هناك بعض التساؤلات ربما تكون مشروعة. أن هذا النادي لديه مديونية 300 مليون، طيب إلى الآن لم يستلم مثلا حقوق النقل التلفزيوني، لم يستلم مثلا حقوق أخرى، فبالتالي أتمنى مع المديونيات تظهر أيضا استحقاقات الأندية بالنسبة ما لها وما عليها. ردة الفعل يجب حقيقة بالنسبة للجمهور الرياضي وبالنسبة للإعلام. الهيئة العامة للرياضة متمثلة في معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ وضعت حد لهذا الملف الغارق حقيقة والبائس واليائس حقيقة لسنوات طويلة جدا. أعتقد تشكر عليه، ويجب كطرفي في المعادلة كجمهور وكإعلام من مختلف الأندية النظرة الإيجابية لهذه الخطوة التاريخية حتى لا تتكرر المأساة في المواسم القادمة. طيب ممكن استعرض الجدول مرة ثانية.